صمود الدفاع، وخاصه الثنائي الهيشري وعبد النور مع كل من اللاعب الغربي واللاعب السويسي، وحتى محور الدفاع وسط الميدان الدفاعي كانوا مع تقدموا مباراه بطوليه وطيبه مع بعض ممكن مع النفس الثاني للمنتخب التونسي، واستفاق في العشر دقائق الاخيره واغتنم فرصه تقدم منتخب السنغال الى الامام وترك مساحات معتها شاسعه جدا استطاع اثرها